الدورة السابعة من المهرجان الدولي للتصوير إكسبوجر انطلقت فعالياته في الشارقة بمشاركة مصورين من مختلف دول العالم يشاركون الجمهور عبر عدساتهم الإبداعية رحلاتهم عبر بقاع العالم الشاسع، كما يفتح المجال أمام العاملين في الصناعات الإبداعية من مصممين وصناع أفلام ومخرجين لعرض قضايا حماية البيئة والقضايا الإنسانية المختلفة. في هذه الدورة عندنا أجندة ثرية جدا ومتنوعة، أكثر من 75 مصور وفنان ومغامر يستعرضون أكثر من 2000 صورة في سواء معارض فردية أو جماعية. هذا العام عندنا يمكن جناح خاص بالفضاء ورحلات المكوكية بالتعاون مع وكالة الفضاء ناسا، تعرض صور جدا مدهشة للفضاء الخارجي، سطح القمر، رحلات رواد الفضاء وهم على مركباتهم الفضائية، وكذلك استحداث هذا العام منصة إكس اللي من خلالها أتحنا الفرصة للشباب أنهم يقدمون تجاربهم من خلال ورش، من خلال دورات تدريبية أو حتى مسيرتهم في عالم التصوير. لم تخفل العدسات رصد تلك اللحظات الإنسانية في معترك الحروب القائمة حاليا، وعبر منصاتهم ترصد عدسات مصورين أوجه الحياة وأنماطها لدى شعوب العالم والقبائل في قارات العالم كافة. من الفرص الجميلة أني كنت في 2012 في مسابقة الإمارات وتعرفت على القبائل الأومو في فعالية مثل هذه الفعالية، كنت ما أعرف عنهم أي شيء، فكانت رغبتي في المشاركة في هذه الفعالية أني أنقل يعني تجربة بسيطة أو أنقل معلومات بسيطة عن هذه القبائل يشوفونها العالم في معرض الشخصي. صور تختزل بمشاهدها آلاف الكلمات لتبوح بحكايات متعددة وجماليات أماكن وبلدان مختلفة ارتحل إليها المصورون، فوثقوا بعدساتهم أكثر لحظات الحياة استثنائية. مهرجان يرصد عبر مئات الصور زوايا الجمال على كوكبنا حتى وسط الظروف القاسية، زارعا معها الشعور بالأمل في قلوب البشرية. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، أحمد الطنيجي، الشارقة.